شكرا. حسب ما فهمت قررتي انك تدوز للسرعه النهائيه وتكسيري في لاكارير ديالك، ممكن تقول لنا اين محطه وصلتي في لاكارير ديالك؟ ضروري، ولكن فجات هاد لاكسيليغاسيون كيف ما قلت يا اخوي اسامه، من بعد بزاف ديال الخدمه، بزاف ديال تطيح وكتعاود تنوض وكتعاود تقاتل وكتسهر الليل وكتسافر وكتعلم وكتصغر راسك باش كتاخذ بزاف ديال ليكسبيريونس، باش من تما كتحاول تاخذ هاد ليكسبيريونس للمعارف اللي كتعرف للناس اللي كيعاونوك باش تدير واحد السيل جديد. ودابا تنحس بان لو مومون جات، فانا غادي مازال ما وصلتش داك الشيء اللي بغيت، ولكن غادي بشويه بشويه كيف ما فكرت النهار الاولاني حتى ان شاء الله نوصلوا لذاك الشيء. مهم اللي مهم بزاف ان الفنان يزيد لقدام وما يشوفش، ماشي غير الفنان، ماشي غير الفنان، اي واحد في الدنيا، اي واحد عنده شي حاجه في حلم كيف ما بغى يكون دريم، ف والله تخدم وتكون النيه ديالك زوينه وتكون زوين مع الناس وما كتاديش، ربي غيسهل عليك واحد النهار الا خدمتي غتوصل. يبقى غير تنقولها ديما غير لو ديلي، تقدر توصل غدا وتقدر توصل، المهم غتوصل الا كنتي كتخدم. هادشي اللي كاين، المهم الواحد بشويه عليه هادشي اللي كاين، ما يمشيش بلو فيت كو لا ميوزيك كما كنقولوا. نصائح كتسمع لهم كتطبقهم؟ بيان سور بيان سور، هما اللي من النهار الاول كنسمعوا الناس اللي سبقونا، الناس اللي عندهم كارير علينا، اللي الناس اللي عندهم كارير كبار انترناسيونو، فرحان بزاف باش تحت لي هذه الفرصه. وغير البارح انا في انستغرام كنت شيكي بزاف ديال لي ميساج، وصلني واحد الميساج ديال واحد الدري، واحد لو جون تيغني، صيفط لي فيديو قال لي عافاك صبري شوف ليا، فحسيت بحال حرجني، فهمتي؟ قلت له خويا حشومه تصيفط لي انا نقيم لك الصوت ديالك ولا شي حاجه، لان خاصك ما تسمعش الهضره ديال الناس وكنتي كتبغي هذا الشيء يديروا وما تستنى الراي ديال حتى شي واحد. هذوك دي كونساي، ولكن هذوك يقدروا يعطوك دي كونساي اللي تزيد بهم القدام، غير هما حتى الا عطاوك دي كونساي خايبين ما خاصهم يهرسوك، شو تزيد تبغي داك الشيء وتطور في داك الشيء اللي كدير. عمرك فكرتي مع الصعوبات اللي عشتي والعراقيل اللي بانوا لك في المجال انك شي نهار تحبس شي نهار ما تكملش؟ راه وداتك الفكره؟ صعيب بزاف، لان هادشي اللي كنعرف ندير، كنعرف ندير الموسيقى، كنعرف نفرح الناس، باش كان شي كنشوف بان في الاخر ديال النهار كنمشي كنغني تقريبا شاك سواغ دابا، فكتلقى بزاف ديال مختلف ديال لي ميتي ديال الدنيا تيحضروا لك، فبعد هذوك الهموم ديال النهار كامل وهذوك المشاكل كياخذوا هذيك الساعه ديال المكانه ولا ساعه ونص وغوبلي، والحمد لله هادشي هو اللي كيعطيني واحد لينيرجي باش نغني ونعطي داكشي اللي عندي حتى انا. واش تقدر تعرف ان اغنيه من قبل غتنجح ولا لا؟ شحال هادي نقدر نقول لك لا، ولكن دابا تقريبا وشنو هما المعايير؟ شوف، الخدمه الا كانت خارجه من القلب وخارجه زوينه ومضروب عليها تماره، وسيرتو الا كانت عفويه، ف إذا دخلتي الاستوديو مثلا بحال هاد الاغاني ان شاء الله اللي كاينين في الالبوم اللي سمعتيهم اسامه وديجا راه تحطات وحده، كاينين شي اغاني اللي تصيبوا في ساعتين ديال المكانه، الوغ كندخلوا ما عندنا حتى شي حاجه، كندخلوا للاستوديو كنجلسوا كنكتب كنلحنوا كنصايبوا وكتخرج اغنيه. الاغنيه باش كتكون هذيك لا فاسيليتي وكتخرج دغيا دغيا، فكتعرفها بان غادي توصل عند الناس دغيا.